السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله مع حضراتكم كورس الفوتوشوب من الصفر، والكورس ده هيكون موجه بشكل عام للمبتدئين وبشكل خاص لطلبة صيدلة أو الخريجين، وده لأن الكورس بتاعنا جزء من الكورس الطبي الشامل سوبر فارماسيست، واللي تقدروا تتابعوه بشكل حصري وخاص على القناة هنا إن شاء الله. ده غير كمان كورس الماركتينج والسوشيال ميديا اللي إن شاء الله تستفادوا منه بشكل كبير جدا. طب هنتعلم ايه من الكورس ده وهنستفاد منه ازاي؟ ان شاء الله هنتعلم منه ازاي تقدر تعمل لنفسك شغل ماركتينج كويس من غير ما تدفع مبالغ كبيره لشركات الدعايه والاعلان. هنتعلم ازاي تقدر تعمل تصميم لنفسك زي الفلاير او البانر او الكارت الشخصي، وحتى كمان تصميمات السوشيال ميديا. وكمان هتتعلم ازاي تقدر تعمل سي في كويس لنفسك لو انت خريج او بتدور على شغل. كل ده هيكون عن طريق تطبيقات عمليه على كل اللي قلناه ده. فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك الحلقات بتاعتنا أول ما تنزل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.